ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وهنتكلم لكم عن كلب الايرش وولش هاوند. زي ما قلتكم في الفيديو بتاع جريد ده، ان احنا ان شاء الله هنتكلم لكم عن الكلب دوت. الكلب دوت واحد من اقدم الكلاب، واصوله بترجع ل 273 سنه قبل الميلاد، وشبه التاريخ بتاعه مش معروف. والرومان استخدموه في الحروب، وفي اوروبا وايرلندا كانوا بيستخدموه في صيد الحيوانات الكبيرة زي الغزلان والخنازير البرية والذئاب، نفس استخدام الجريد دان. في القرن ال19، في 1800، الايرش وولش هاوند كان شبه انقرض لحد ما الناس ابتدوا يهتموا بيه تاني ويرجعوه. وفي اوروبا بقى كذا حد يعني عرف يرجعوه، وانا الحقيقه ما بشوفش الكلب ده في مصر خالص، ولا في صور على الانترنت ولا في الحقيقه. بالنسبه للطول، فالايرش وولش هاوند من اطول الكلاب في العالم واضخمهم، بس زيوس كان اطول كلب في العالم، كان جريت دان، ومات 2014. في المتوسط الايرش وولش هاوند هو اطول من جريت دان، بس الايرش وولش هاوند وقف على رجليه اللي ورا هيكون 7 اقدام، يعني 2 متر و13 سنتي من عند الكتف. وفي التربية بياكل كتير جدا كلب الايرش وولش هاوند، ومكلف جدا، ولازم تأكله مرتين في اليوم، وبعد الاكل يا ريت تريحه نص ساعة، ساعة الا ربع كده، عشان ما يجيلوش مرض التواء المعدة. وان الكلب دوت من اطول الكلاب في العالم، فهو بيعاني من امراض القلب، مش بتضخ الدم لاطراف الكلب بقوة، فبالتالي بيحصل ان الدم بيتجمع في كفوف الكلب اللي ورا، فبتبتدي كفوف الكلب اللي ورا بتبرم، وبتبتدي تهرشه جدا جدا. فلو انت لقيت الاعراض دي في كلبك، يا ريت تروح عند الدكتور وتحل المشكلة دي في اسرع وقت، عشان رجليها هتبتدي تورم تورم، وهتوجعه جدا وهيعاني جدا. والكلب دوت زي ما قلت ان هو بيعاني من امراض البطن والقلب، وبيعاني كمان، ممكن يعاني من الهيبتس بليجيا، عشان فياريت تعمل له تشيك على القلب وتطمن عليه. شخصية كلاب الصيد بتكون قوية، وبيكون الكلب دوت ضخم جدا، ولازم يكون عندك مساحة كبيرة عشان يلعب وكده. والنظافة بتاعت الكلب دوت، نوع شعرته اسمها ويلر هير، موجودة في الكلب الوايرد هير بوينتر، موجودة في اللي هو اللوتشر هاوند، وموجودة في بعض أنواع الذئاب، وموجودة في الأرمنت المصري اللي أنا نفسي أعمل عنه فيديو. والعمر المتوقع بتاع الكلب دوت من 6 ل10 سنين. وكده كنا أنا خلصت الفيديو بتاعنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط اللايك بتاعك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتكتبولي عايزين ايه، نوع كلب، اي حاجة انتوا عايزينها قولولي عليها في الكومنت. اكتبولي كمان هل المنتج ده عجبكم احسن ولا اللي فات، بس انا بتهيألي ده احسن. يعني لو انتوا عايزين برضو اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو كمان عايزين ان انا اتكلم لكم عن امراض كلاب، او اعمل انترفيو مثلا مع صاحب كلب، اعمل انترفيو مع حد عنده محل كبير وكده، اكون انا خلصت الفيديو بتاعنا. وياريت تعمل لايك زي ما قلت لكم، يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. بس انا حبيت ادردش معاكم كده كام دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.